قوي يا مستر فتيح، وخصوصا باللي عملته النهارده في الاذاعه. انت قلت لي اسمك ايه؟ مروان، درست الموسيقى. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش، اصل ما نمتش كويس. بس انا عايز اعرف بقى، انت ازاي بتقدر تفصل؟ مره بتبقى مرهف في المشاعر والاحاسيس والناس كلها بتحبك، ومره بتبقى شرس كده والناس كلها بتخاف منك. اصل الصراحه يا استاذه مروه اصل الصراحه يا استاذه مروه دي حكايه يعني كبيره وصعبه وعايز لها قعده، بس مش هنا. ها؟ امال فين؟ ما تقولها فين يا سي فاطين. ايه الصوت العالي ده؟ بعد اذنك يا مستر فاطين، كنت عايز تقولها ايه؟ وعايزه تعرفي ليه؟ انا خطيبتك يا فاطين. حتى لو خطيبتي، في تصرفات المفروض انت ما تعرفهاش. وبعدين في واحده بتعلي صوتها كده على خطيبها، عيب كده. ماشي، يبقى شوف مين هيعبرك بعد كده. مع الف سلامه. ايه يا فاطين، انت هتسيبني امشي؟ مش هتصالحني؟ وبعدين انا هنت عليك كده؟ وقولي فين الدبله بتاعتك انت مش لابسها ليه؟ لما تبطل التصرفات بتاعتك دي ابقى البسها. استاذ فاطين، انت لسه هتهته انت كمان؟ حد ناظر كان عاوزك يعني. ايه؟ حد ناظر كان عاوز حضرتك. قول له يا ابني انا ما بروحش لحد. اصل في ضيف عاوز حضرتك. خلاص هروح له. اتغير جو الاستاذ فاطين يا استاذه لميا. بس الاحسن. سهل الوصف مش كده؟ ما تاخرتيش. سهل قوي. على فكره حضره الناظر بيشكر فيك قوي يا ميشو، قصدي يا مستر فاطين. الاستاذ فاطين مثال للاستاذ النبيل. ما سيبنا لوحدنا يا عزيز. نعم؟ على فكرة الأنسة سارة خالها وزير التعليم، بس هي مش قايلة. سيبني لوحدنا وأنا هظبطك. بجد؟ يا سلام، نورت يا سارة هاني، والله المدرسة نورت. هي على فكرة ما بتحبش الراجل كتير. طيب بعد إذنكم يا فندم. اتنين برتقان عزيز. ها؟ حاضر. ما تنساش بسرعة. قوليلي بقى، إيه رأيك في المدرسة؟ حلوة قوي. ما قلتليش كنت بتقول ايه للناظر؟ مش مهم، المهم ان انت اتبسطتي. يا الوقت بيعدي هوا، وانت شكلك اتاخرت. اشوفك بالليل. اتاخرت ايه؟ هو انا مش هخش معاك الفصل ولا ايه؟ فصل؟ انت مش هتشرح لهم؟ مش هينفع اشرح النهارده، دودي اللي هيشرح لهم. عايز اشوف مجهود الفتره اللي فاتت جاب نتيجه معاهم ولا لا، والفشله اللي متذنبين دلوقتي على السبوره لو ما جوش، والمره اللي جايه واكلين الكتب هيبقى لي معاهم تصرف تاني. اتفضل يا دودي. حاضر يا مستر فطين. الملك مينا موحد القطرين، وهو فرعون من الأسرة المصرية الأولى، ولقب بعدة ألقاب مثل ثعبان الشمال وصاحب التاجين. قيام يا أولاد. أهلا وسهلا يا أستاذة الناس. صباح الخير يا أولاد. أمال فين مستر فاطين؟ موجود. تفضلوا يا أولاد جلوس. وكمان قاعد يا أستاذ فاطين وسط الولاد؟ لا لا لا، حضرتك دايما بتفاجئني بالاساليب الحديثه بتاعتك دي. انا قلتها لك، انت من الرواد يا استاذ فاطين والله. كلمنا بقى عن الطريقه الجديده بتاعتك دي. دي احدث طريقه في التدريس، المدرس يقعد وسط التلاميذ والتلاميذ هي اللي تشرح، وده يربي عندنا الاحساس بتاع التدريس الكويس. وبدل ما يبقى عندنا مدرس يبقى عندنا 10 20 100، وكما قال الشاعر، ولا واحد ولا مية ولا 1300. مش ممكن، هايل والله يا أستاذ فاطين. إيه الجمال ده؟ لا حضرتك بجد خير معلم، هتخلي مادة الدراسات تتكلم يا أستاذ فاطين.
مش تعرفنا على الأستاذة؟ الأستاذة سارة جاية مخصوص من أمريكا من منظمة التدريس العالمية علشان تشوف بنفسها على الطبيعة احنا وصلنا لفين. أهلا وسهلا يا فندم، نورتينا. ما بتتكلمش كتير أصلها، انت عارفة الخواجات بتصدع. لا والله ممتاز يا أستاذ فطين. تفضلي يا فندم، تفضلي عودي وسط التلاميذ. يا ريت تكمل يا دودي. شربوا شاي. كفارة معلم. الحمد لله على السلامة يا سيدي معلمين. أنا أخرج من النيابة بكفالة 50,000 جنيه وسرقة عربية. ما قلت لك يا معلم حد من رجالتك يشيلها. ملحوقة. هاتوا لي الولد جنزيرة. حاضر معلم. تعالى. ماشي يا ميشو. عموما لسه الماتش شغال واللعب طول ما هو داير في فايز ومهزوم ومش شيك اللي يتهزم ولسه لينا لقاء في جوهانسبرج وسلم لي على كوفي الكوتشة. في ايه يا ميشو؟ اركبت 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 ايه؟ حسد ولا ايه بس؟ ولا زفت فاطين كرف عليه؟ اركبت نو بروبلم يا كبير، نو بروبلم يا سيد يا كبير. طب يلا بينا. ماشي اسبقني انت يا سيد يا كبير وانا هحصلك يا كبير انت والعصابة كلهم. طب بينا يا رجالة. ماشي نو بروبلم. يعني ايه يا معلم؟ يعني اتمزق. اركبت اركبتي ميشو. ايه على فين؟ الجماعة كلهم خارجين، أنا سمعتهم. عملية جديدة؟ أيوة عم أنس. عمي أنت أول مرة تقول لي يا عمي. وياريت ما تكونش آخر مرة يا عمي. أنا دلوقتي رايح معاهم وجاي لك يا عمي علشان حضرتك يعني تدعي لي. ويا عالم يا عالم هنشوف بعض تاني ولا لأ؟ مالك يا ميشو؟ أنت أول مرة تطلب مني طلب زي ده. على العموم أنا هدعي لك، بس هدعي لك ان ربنا يهديك وتتوب وتبطل اجرام. لا والنبي يا عمي، المره دي عايز حضرتك تدعي لي ان ربنا يوفقني في الاجرام. لا اله الا الله بقى. محمد رسول الله. الوداع هتوحشني قوي، هتوحشني قوي يا عالم. هنشوف بعض ولا لا يا عمي؟ عم انس عم انس خلي بالك من نفسك يا عمي. توحشني يا عمي. العملية هتتم وقت أذان العصر، كل واحد يلتزم باللي قلناه كويس. الطرق هتبقى مفتوحة، ما فيهاش أي كمان، عشان ما يحسوش بأي خطر ويلغوا العملية. مش عايز أي تقصير، أقل غلطة ممكن تبوظ العملية. عايزين نسلم القضية دي للنيابة خالصة. في أسئلة؟ لا يا فندم. أنتوا اتفضلوا عشان هنتحرك حالا. تمام يا فندم. يا رب نجيب العوائل سليمة يا رب. وحشون والله. يا ميشو. يا عم السيشن يلا بقى بينا. انا حضرت لك اهو الموتوسيكل والخوذة وكل حاجة عشان العملية. موتوسيكل ايه وخوذة ايه؟ هو انا اللي هسوق الموتوسيكل ده؟ الله امال بينا ميشو. ما صاحبه يجي يسوق، انا مالي انا؟ الله العظيم انت يا ميشو بتحب الهزار قبل كل عملية كده. انا بهزر والله، بهزر يا عم السيشن.
انتوا حراميين انتوا. بابا يا عم السجن انا حاسس بدوخه كده وخايف او ايه ليه ليه كفلنا الشهر مالك يا ميشو الف سلامه. انا بقول يا عم السجن ان احنا يعني ايه نقعد يومين ثلاثه كده اهو لغايه لما الدوخه دي تخف وبعدين بعد كده نبقى نعمل العمليه. ازاي بس يا ميشو ده ينفع؟ ما المصيبه انه مش هينفع. لكن بابا طين عيشتي. بقول لحضرتك يا عم السيشن بص حضرتك تركب انت وانا اركب وراك وامري لله. الله يعني انا اللي هزوق؟ ده انا متشكر قوي يا ميشو على الثقه اللي انت مديها لي دي. حاضر يا ميشو. بقول لك ايه اركب ورايا يا ميشو ما تقلقش. حاضر انا في ثقه جامده يا ميشو. استنى يا عم السيشن على مهلك. ربي لا اسالك رضا القضاء ولكني اسالك اركب يا حبيبي. وعليم يا فندم وسيرفس حالا هنتحرك. اتحرك. الو يا كبير. ايوه بونجوني انا في مكاني والدنيا زي الفل وكله تمام. اديني الاوكي اول ما العصفور يقرب. ماشي يا كبير. سلام. الو ستيشن ستيشن يخرب بيتك نيجي دورت فين يا زفت. الله بقى ميزو انضف واحد بتاع كبده باكل عنده من زمان. بيسموه ملك الكبده بتاع الصحراء. كل عم ستيشن كل. بص عم ستيشن انا عايزك النهارده ما تحرمش نفسك من اي حاجه علشان يا عالم ايه اللي هيحصل كمان شويه. كل خير يا ميزو. ودي اول مره تعمل عمليه. ده انت ياما عملت عمليات صعبه كتير قوي. وبعدين بقى انا حاسس ان المره دي هيبقى في جو جديد في العمليه. هو من ناحيه ان هيبقى في جو جديد فهيبقى في جو جديد عمرك ما شفته عم ستيشن. عم ستيشن سايق عليك النبي تسامحني. ها وما تزعلش مني يعني لو حصل اي حاجه لانه اكيد هيحصل. وعايزك كمان تقول لبابا سيد وبونبوني وميشو ان هم يسامحوني يعني. ميشو قصدي فطين عم ستيشن كلكم يعني تسامحوني والنبي. ها حاضر الحمد لله الحمد لله كده قدر. انا بقى هطلع اخد اول ميكروباص من هنا وانت بقى بحصلني بسرعه. ها يا بطل يا بطل اسمع من بقك ربنا عم ستيشن. يا فندم كله تمام يا فندم. ستيشن الو ستيشن نيلت ورحت فين يا زفت؟ انا غلطان بشغل معايا اغبية. ايوه يا كبير. الو اخيرا رديت يا زفت. معلش بس كنت عامل المحمول سايلنت. طب اقف مكانك وركز واول ما الفيل يعدي يديني خبر بسرعه. فيل ايه يا معلم؟ العربيه اللي فيها المخدرات يا غبي. كده فهمت يا معلم. العربيه عدت. علم يا فندم مش هينفذ. ايوه كبير عربيه المخدرات عدت. قصدي فين؟ قوة تستعد هنتحرك حالا. الحمد لله كده تمام قوي. وانا اللي كنت خايف من السواقه طلعت سهله خالص. فعلا يا فطين اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. ايه ده هي عربيه الكبده شبكت في الموتوسيكل ولا ايه؟ الو ايوه يا كبير يا سيد المعلمين. يا كبير انا ميشو قدامك 35 ثانيه يلا اتحرك.
35 ثانية؟ ده ولا 35 سنة علشان نتحرك من هنا. والنبي يا جماعة زقة والنبي. ماشي يا معلم سيد. تقلقش ازاي وانت بتقول لي اني مش اتصاب برصاصه من البوليس؟ برضه ما تقلقش، انا بعت الستيشن يراقب ويطقص وهيطمني، بس انا اللي طالع من نفوخي مين اللي بلغ البوليس بميعاد العمليه. بقول لك يا بونبوني، انا مش ناقصك ولا ناقص غبائك انت كمان، فاهم يعني ايه نقطي بسكاتك؟ انا هطلبه بالتليفون يمكن يرد عليا ويطمني. يا رب. حد يوقف المزيك، حد يوقف المزيك، حد يشيل الكش، حد يشيل الكوش، حد يشيل الكوش، حد يشيلني من على الأرض، حد يشيلني من على الأرض. اه يا ضهري. الحمد لله، الحمد لله على اللي حصل، الحمد لله. انا خرجت منها سليم ازاي؟ اه يا ضهري. لا انا هقول لهم بقى على كل حاجه واللي يحصل يحصل. ممكن على الموتوسيكل اللي اتدشدش ده انا هبقى قصت لهم دم. ده ايه الغرب ده يا رب؟ اه يا ضهري. ميشو ابني حبيبي، قول لي رصاصه صابتك فين؟ وعرفت تهرب ازاي؟ اه على مهلك. دي ما كانتش رصاصه يا بابا، ده كان كشك. كشك يا كبير يا سيد. كشك؟ كشك ايه؟ ده اكيد فريد بيه بيطمن على العمليه. اقول له ايه؟ اقول له ان انا ما روحتش من قصره. الو، فريد بيه، اسف ما كنتش تعرف ان العمليه اتشمت من البوليس. لا ميشو كويس وموجود. اه لا ومعاك اهو. الو السلام عليكم. ايوه انا ميشو، الحمد لله كويس. لا انا حضرتك مش زعلان يعني، بس يبقى حضرتك يعني ركز يا فريد يعني في العمليه اللي جايه. بيه بيه بيه، لما يبقى يركز يبقى بيه. شوف مش ازاي العمليه تتشم، ها؟ ومين اللي شمها؟ وايه اللي خلاها تتشم اصلا؟ ما هي لو متغطيه ما كانش حد شمها. خلاص خلاص مش زعلان خلاص. يلا سلام عليكم. سلام. 3 دقايق ده رغي قوي. هو اللي هيدفع احنا منا. بقول لك ايه، يعني معنى كلامك ان انت ما دخلتش الصحراوي من اساسه؟ يا ابن اللعيبه، وعرفت ازاي ان البوليس شم العمليه؟ لما حضرتك بقى اتصلت بيا يا بابا وقلت لي قدامك 35 ثانيه يا ميشو، قعدت انا كده بقى مع نفسي افكر دقيقتين ثلاثه 10 دقايق كده مع نفسي، قلت بس انا حاسس ان في خطر كبير انا شامه من بعيد وانا على الموتوسيكل وانا سايقه، وانا اصلا بابا سيد يا كبير حاسس ان في خطر من زمان من زمان، ان في خطر شاممني وانا كنت على الموتوسيكل. فلما لقيت بقى نفسي شميت الخطر ده من بعيد قلت بس يلا فميشو، بس هي في خطر وجريت. طول عمرك حريف ولعيبه ميشو، امال ايه اللي عمل فيك كده؟ الله، ومين اللي كان لابس لبسك وقاعد على الموتوسيكل واتضرب عليه رصاص؟ طب انت ليه يا برنس خليت الواد جنزير يلبس نفس اللبس اللي بيلبسه ميشو ويركب الموتوسيكل وهو بيعمل العمليه؟ اوف اوف انت. اول هدف يا اوفا ان رجاله فريد بيه اللي بيراقبوا العمليه
يثبتوا ان ميشو كان موجود اثناء اجراء العمليه. الله جينيوس يا معلم جينيوس. طب وتاني هدف؟ وتاني هدف يا اوفا ان جنزير هيجيب الفلوس هنا، ها؟ وفريد بيه هيسال ميشو على الفلوس. اه يا سيد المعلمين، وطبعا ميشو معهوش الفلوس. ساعتها بقى فريد بيه هيتاكد ان سيد الحاوي وميشو الحاوي طمعانين في الفلوس وعاوزين ياخدوها لوحدهم. وقتها بقى مش هيلاقي غيري الراجل الوحيد اللي واقف جنبه. فهمت يا وفا؟ فهمت يا معلم. بس انت واثق يا برنس ان الواد جنزير ده هيخلص قبل ميشو؟ ميشو ده تافه ولا يسوى. والواد جنزير بميت واحد زي ميشو. الحق يا معلم شيكو الحق، الواد جنزير وقع، العمليه كان متبلغ عنها البوليس. الجنزيرة وقع؟ قولوا لا ميشو اللي عرفت انه ما ظهرش وقت العملية خالص. معنى كده ان العملية كانت متدسم بالبوليس. كل تخطيطك يا شيكو طلع على فشوش. اهدى يا معلم منوق. جيب لك الواد فطين مع حتتين خيار يروق اعصابك. لا يبقى عمو انس. لا روق يا برنس. مادام اللعب بقى مكشوف كده يبقى ما ينفعناش غير الضرب تحت الحزام. ميرسي بجد، انا انبسطت فعلا النهارده. اي خدمه، يا ريت ما تتكررش. ايه؟ اشوفك بالليل؟ مش عارفه، هكلمك. باي باي. بوي في حاجة هنا؟ لا مفيش يا فطين بين، مفيش. مع السلامة يا مستر فطين. مع السلامة يا انسة مروة. أشوفك النهاردة بالليل علشان نكمل كلامنا. أنت في حاجة مهمة عايز تقولها لي؟ في كوفي شوب في الزمالك في أبو الوف ده هايل. هتيجي؟ ماشي. باي باي. في حاجة هلا؟ مفيش يا بيه، هو الواحد يقدر يقول لك على حاجة دلوقتي؟ يا فطين بيه يا جامد. فطين فطين تعالى. قولي هتخرجني فين النهاردة؟ مشغول مش فاضي. ليه كده بس يا فطين؟ هو انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ انا ما حدش يقدر يضايقني. طب بقول لك ايه رأيك نروح نتمشى وتروحني زي كل يوم؟ قدامي. ميرسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان مغير الأحوال. امبارح كان الأستاذ فطين مستحي وأخلاقه عالية زين من يوم وليلة بجد. في حاجة يالا؟ لا يا بيه مفيش والله مفيش. انت ما تعرفيش تمشي من غير ما تشعبطي فيها كده؟ أيوة أصل فرحانة بيك قوي النهاردة. أيوة بس مش كده يعني. الله، أنت مش قلتلي إنك نفسك تمسك إيديا؟ أنا؟ أيوة عشان ده حلم حياتك وهيتحقق يوم ما تمسك ايدي. انا فطين قلتلك كده؟ ايوه يلا امسكها بقى. طب بصي بكره ابقى اعملي اللي انت عايزه تعمليه. وش على سيما ولا ايه يا شباب؟ والخرفان كمان بقت حبيبه. فطين بلاش دلوقتي عشان خاطري. بلاش دلوقتي يا حلو، انت عايز تتدرب تاني ولا ايه؟ احسن نشيطات على فنهم. يا رب انت فرحانه. ايوه اظن كل يوم بيعملوا فينا كده. ايه ده، هم كانوا كل يوم بيعملوا كده؟ ايوه. تعالي معانا يا نسا. عايز يا برشام؟ مالكش دعوه انت فطين، احنا مش جايين لك انت، احنا جايين ناخد الاستاذ شيكو. مدريد امر بكده. الحقني يا فطين، عايزين يخطفوني زي ما خطفوا عم انس. بقول لك يا برشام، امشي دلوقتي وبلغ شيكو ان دي مش حركات رجولة. مالكش دعوة انت فطين، خليك في حالك ولا زي كل مرة. عارف لو مشيتش دلوقتي انا ممكن اعمل فيك ايه؟ انا الحقني يا فطين بقى صيع ماسك مطوة. الله 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 الله.
متفجر ايه يا عم فاطين؟ هي اول مره ولا ايه؟ احنا هنتقف اهو مقام وعليه مش على طول. كلمه ثانيه هخليك تاخد دماغ صاحبك تروح بيها. ما بتكلمش كده خلاص يا فاطين. كانت وجهه نظري في محلها يا فؤاد، كله بتوجيهات سيادتك يا فندم. لا ده بفضل مجهودك ومجهود حضرات الضباط، وعشان كده انا طلبت لكم مكافاه جهود غير عاديه. شاكرين جدا يا فندم، ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن حضرتك. وايه اخبار التحيات؟ تمام يا فندم، كلهم اعترفوا. والواد بتاع الموتوسيكل عرفت عنه حاجه؟ طلع سواب يا فندم وليه ملف عندنا، واسمه جنزير، هو دلوقتي في المستشفى مصاب، اول ما حالته تتحسن هبدا معاه تحقيق فوري. شد حيلك يا فؤاد، عايزين نخلص من الحكايه دي بسرعه يا ابني. اوعدك يا فندم بعد اذن سعادتك. اتفضل يا ابني. ايوه يا فندم، العمليه تمت على اكمل وجه وبدون اي خسائر. تعالى. تعالى يا حبيب ابوك. جاي اهو ابو السيد يا كبير. تعالى يا رافع راس ابوك دايما في العلاني. تعالى تعالى يا معلم. خد امسك دول حقك. حق ايه يا ابو سيد؟ ايه دول؟ 5000 جنيه نصيبك في العمليه. عمليه ايه؟ ما انا ما عملتش حاجه اصلا، وبعدين مش العمليه اتشمت اصلا. لا يا حلو، احنا متفقين ان حقك هتاخده في كل عمليه، سواء العمليه قامت او نامت. 5000 جنيه. بقول لك يا كبير، امال فين سميره هانم؟ تلاقيها في المركز بتاعها، كان لازم يمشيها من البيت عشان نعرف نعمل العمليه. امال انت ليه اتجوزتها اصلا يا بابا؟ قصدي يا كبير يا سيد حضرتك. ما انت عارف انا اتجوزتها ليه؟ عشان ليه مصلحه عندها. سميره دي بكل الزهق اللي هي فيه اللي انت عارفه، نايمه على ملايين كتير قوي. ابوك بقى نفسه يلدع مليون واحد حتى، حكم انا مش طماع. وده مش حرام؟ لا حرام. جرالك ايه يا ميشو؟ جرالك ايه؟ ابو السيد بنهزر معاك يا ابو السيد. انا قصدي يعني حرام الوقت اللي احنا عمالين نضيعه دون من غير ما نعمل عمليات كبيره. ابو السيد كبير. لا 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 ما تقلقش، انا عامل حساب كل حاجه. قبل كل عمليه لازم اطرقها من البيت، لو عصلجت بقى نبقى ننزل نعمل الخطب بتاعتنا في الشقه القديمه بتاعت امك بتوع الله يرحمها. ماما؟ بابا هو انت كنت بتحب ماما الله يرحمها؟ بحب ماما. انا عمري ما حبيت حد في حياتي زي ما حبيت امك. كانش في ست في الدنيا زيها. يا عين عليك يا توأ. يا عارف يا ده ميشو، انا ما كنتش اقدر ابص في وشها دقيقه على بعضها. وايه؟ ولو انا باصص في وشها ما اقدرش اكذب كذبه واحده ابدا، كان عليها بصه عينين الله يرحمك يا توأ. بس عينها بقى دي كان دماغها ناشف قوي قوي قوي، وكانت ماشيه بقى في السكه بتاعت المسل والاخلاق والقيم وال عارف عارف اخوك فطين؟ كانت زيه بالظبط. ما الواد ده طالع شبه خيخه يا يا بس ما كنتش اطمن ولا ارتاح الا وانا قاعد جنبها، لانها كانت مراتي واختي وامي كمان. كما قال سقراط: لم اطمئن قط الا وانا في حجر امي. انت بتقول ايه؟ اصل الواد فطين دايما يقول كده يا كبير يا سيد. يا عم افتكر لنا حاجة عدلة بقى. وانت مش بتحب فطين يا سيد؟ بحبه، وفي حد في الدنيا ما بيحبش ابنه؟ بس كان نفسي ما يطلعش زي عمه، مثقف وعامل لي فيها والعريف وفاهم كل حاجة، وهو مش فاهم حاجة أبدا، لا هو ولا عمه. لا فاهم، هو وعمي، قصدي عمه. كان نفسي يطلع زيك أنت. واد مطقطق مصحصح وفاهم الدنيا وقاريها صح الصح. جبنا بسيرة الحيلة، جات الحيلة. مبسوط؟ تعال حيلة نيلة.
ازيك سيد؟ شايف يا ميشو؟ سامع قلة الأدب؟ معلش يا بابا معلش، تلاقيه بس راجع من المدرسة زهقان ولا تعبان؟ زهقان على نفسه مش عليا. شوف يا اخويا البجاحة، شوف الواد باصص ازاي. معلش يا سيد معلش، ادخل انت دلوقتي يا فاطين، ادخل انت بقى، مش عايزين نتعب بابا اكتر من كده. الحق شوف شوف الغباوة. انت يا عم يا غبي داخل اوضه ميشو بتعمل فيها ايه؟ معلش يا بابا معلش معلش، هو فاطين كده هو دايما يعني كده اهو. اوضتك اللي هناك دي ادخل اوضتك بقى وريحنا. ويدخل ما اسمعش صوته لا هو ولا الجراموفون بتاعه ده. حضرتك بس يا ابو السيد كده استريح استريح. هو حد مريحني في الدنيا دي غيرك انت يا ميشو؟ معلش يا ابو السيد معلش، ما هو ابننا برضه يعني، احنا ندعي له ان ربنا يهديه. ربنا يهديه ويبقى زيك يا ميشو. ولن أيأس ولن أمل من محاولة تغيير أخي وتوأمي ميشو. وكما قال لاو تسي، تعامل مع الأمور قبل أن تحدث، وعالج الأمور قبل أن تبدأ بالاضطراب. هذا ما أريد فعله مع أخي، ولكنه لا يعطيني الفرصة لذلك، فهو يرى عالمه الذي يعيش فيه هو العالم الأمثل للحياة، بالرغم من أن يقيني أنه يعلم أن عالمه هذا زائف لأنه من صنعه هو، ولا يستطيع أحد بمفرده أن يعيش في عالم وهمي. حاولت وفشلت، وسأحاول تغيير أخي الذي أعيش معه تحت سقف واحد ولا أعرفه. وكما قال كونفوشيوس، لا تتراجع عن الحق حتى ولو كنت تواجه أخيك. النهر ظمآن لصغرك العذب من حاضر حاضر حاضر. طيب طيب حاضر. اشجار هانم استاذ انس، تشوفي لا كوزين؟ اتفضلي اتفضلي. ميرسي. اتفضلي اتفضلي. معلش بقى، هو انت عارفه يعني ان انا عايش لوحدي اصلي، فطبعا يعني خدت اجازه بقى من الاستوديو ساعه بالظبط، يعني ساعه واحده بس، وقلت انظف بقى البيت واغسل المواعين واجهز العشاء عشان الصالون الثقافي. استاذ انس، هو انت لسه بتعمل الصالون كولتورال يوم في الاسبوع؟ وهفضل اعمله على طول، اصله اصبح جزء من هذا المكان، وبعدين فاطين بيتبسط قوي لما بيقعد مع اصدقائي ويتناقشوا. صحيح، وهو عامل ايه؟ كويس قوي الحمد لله، وحصل على الجائزه الاولى من المجلس الاعلى للثقافه والاثار في بحثه عن ازيس. فيليسيتاسيون، الف الف مبروك. طبعا لازم ياخد جائزه، مش انت اللي مربي؟ الله يحفظك يا اشجان هانم. اخبار الصور بتاعتي ايه؟ صور الحفله كمان جاهزين جاهزين يا ست الكل.
وانا كمان حطيتهم لك في ألبوم اهو. اتفضلي. الله سوبر. طول عمرك حساس وشيك يا استاذ انس. صور حلوه قوي. ها قولي بقى حسابهم كام؟ لا معقول انا اخد منك فلوس يا اشجان هانم؟ لا لا يا استاذ انس، لي بانكون فون لي بانزامي، وبعدين ده شغل لازم تاخد فلوسك، لو ما خدتش فلوسك خلاص انا لا ارجوكي ما تكمليش يا اشجان هانم. اعتبريهم هديه. ايه مش عايزه تقبلي مني هديه كمان؟ مش كفايه الفاز؟ مفيش حاجه في الدنيا تغلى عليكي. ميرسي. على فكره يا استاذ انس، انا احتمال اسافر لبنتي فرنسا الاسبوع ده، مش عايز حاجه من هناك؟ لازم تسافري. مالغري مو، تعرف يا استاذ انس الوحده قاسيه قد ايه، هقعد اعمل ايه؟ وناوي تسافري امتى؟ على اخر الاسبوع ان شاء الله. الاول هسافر لابني فهمي اسكندريه اقعد معاه يومين، وبعد كده ارجع اسافر على طول. تسافري بالسلامه ان شاء الله. ها ما قلتليش اجيب لك معايا ايه بقى المره الجايه، ولو حتى سوفينير. انا عايزك تيجي بالسلامه. هيا ميشو. ايه يا كينج؟ ايه ده حضرتك بتكلمني انا؟ لا حلوه دي، هتشرب النهارده ولا زي كل يوم؟ اه لو عندك بقى حلبه بحليب يبقى كتر الف خيرك، لحسن الواحد النهارده حاسس بهبوط قوي. حلبه بحليب؟ شكلك مبسوط قوي النهارده يا ميشو. انا اروح اجيب لك البرتقال المخصوص بتاعك. ايه ده انت مش شايفني قاعد؟ انا هضرب بيره. كاك ضربه في نافوخك. بيره ايه اللي هتضربها يا بونبوني؟ البيره حرام يا ابني. انت دلوقتي هتشرب برتقال زي حالتي، اما تقوم تروح وانا خلاص عرفت الطريق، يعني ممكن اروح لوحدي. ولو مزاجك يعني عالي قوي عايز تعمل دماغ اضرب ليمون. ليمون؟ هو انا عندي برد؟ مالك يا ميشو في ايه؟ ميشو ايه؟ الجو وصل. الجو ايه اللي وصل؟ جيرل فريند ساره، انت نسيتها ولا ايه؟ الجيرل فريند بتاعت ساره اللي هو ميشو انا. خلاص روح بقى هات له جوافه زي ما انا قلت لك. اتفضلي. قال لك اهلا وسهلا حضرتك، الجو الفريند بتاعي ميشو. اتفضلي حضرتك. حضرتك ايوه حضرتك. اتفضلي اتفضلي ساره، الجو فريند بتاع بونبوني هو انا. اهلا وسهلا. تحبي تشربي ايه بقى؟ اوعي تقولي بيره زي المدعو ده. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ فطير فطير ودعني من غير ما يسلم، وكفايه قلبي انا مسلم. هو مين ده؟ اشجان. ايه ده؟ وانت لسه ما قلتلهاش بتين الشعر؟ لا. لا انت تقعد بقى هنا تستريح وتستناني لما اجيلك. لا انا محتاج لك يا فطير، عايز افضفض. فضفض لوحدك والمناديل معاك اهي. بص بقى يا اشجان هانم، انا هقول لك على الخلاصه علشان الموضوع مش مستحمل. اتفضل يا فاطين. خير في ايه؟ عم انس بيحبك قوي، والكلام ده مش من دلوقتي، ده من زمان قوي، من وانتوا صغيرين. بس علشان هو خجول زياده عن اللزوم وحبه ليكي من الحب القديم اللي خلص خلاص، فما كانش قادر يقول لك. ولما عرف انك مسافره خلاص قلبها لنا مناحه في البيت، وخلص صندوقين مناديل. وبصراحه بقى مفيش مناديل، المحلات قفلت خلاص. اجيب له منين انا مناديل؟ فقدامك دلوقتي حل من اتنين يا اشجان هانم، يا اما تتجوزيه، يا اما بقى تشوفي لنا علبتين مناديل كده من عندك تصبر بيهم.
Parole d'honneur يا فاتين، انت فاجئتني. فاجئتك بايه يا اشجان هاني؟ ده انت واضح عليك انك كنت عارفه من زمان وحاسه بكل حاجه. قلت ايه يا عروسه؟ يبقى ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتفضل مقضيها نكد كده؟ خلاص يا سيدي، قوم يلا اغسل وشك كده وجهز نفسك علشان بكره تاخد ولي امرك وتروح تتقدم لاشجان هانم. انت رحت لها يا فاطين؟ ايوه قلت لها. بجد يا فاطين؟ وقالت لك ايه؟ هتقول ايه يعني؟ هي هتلاقي فين واحد يحبها 25 سنه على بال ما يقول لها. انا فرحان يا حبيبي يا فاطين، انا فرحان فرحان فرحان. يلا بقى عشان نجهز قعده الصالون الثقافي. صالون؟ طب هي قالت لك ان هشوفها بكره؟ ايوه يا عندليب. يا رب بكره يجي بسرعه بقى. وكما قال الشاعر: ان شئت ان تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن. انت النهارده تجنن. فينك يا لمياء يا حبيبتي؟ تسمعي فاطين حبيبك؟ مش حبيبتي، مش حبيبتي. بيتك يا بونبون يخرب بيتك. عايز ايه؟ ازيك يا ساره الراجل فلنت؟ الراجل اللي ورايا ده بيسال عليك. فين؟ داخل. طيب يخرب بيتك، ده ضخم قوي، ده عايز ايه ده؟ معرفش، ما تروح له بالمصلحه. ماشي، هو لما كان مشي بيبقى هنا في المصلحه كان بيشوفه وبيروح له. ماشي خلاص خلاص يا بونبوني خلاص. بعد اذن حضرتك بقى غير الفريند اللي جوه، خلي بالك من جوه فريند. ها في عينيا. هو ده يا بونبوني؟ ده هو ده اهو. انت مشو؟ لا قصدي يعني حضرتك عايز ايه بالظبط؟ اتفضل معايا بره. ايوه طب حضرتك بس افهم، حضرتك واخدني وراح فين؟ معايا. طيب ما انا متفضل عادي بس عايز افهم. طيب اتفضل يا عم. طب انا ما بونبوني حضرتك. طب عايز افهم. طيب حضرتك اتفضل اركب. اركب ايه دي؟ بسم الله ما شاء الله. ايه اللي انا هركبها دي حضرتك؟ اركب. حاضر. السلام عليكم. ازيك يا ميش؟ اهلا، ازي حضرتك؟ اطلع يا شوقي. استنى حضرتك، استنى يا شوقي. يطلع فين حضرتك؟ ولا ده بقى اسمه خط؟ انا سكر الرفاعي مدير اعمال عنابي بيه، وهو عاوزك. لا اله الا الله، انا مال انا اذا كنت سكر الرفاعي ولا سكر الحوامدية حتى. هلا، وبعدين الراجل ده عايزني انا ليه؟ لما نوصل هتعرف. ماشي، لاي ما توصل. حضرتك هو المكان اللي احنا قاعدين فيه ده اسمه ايه؟ الصالون. لا واضح والله، تلاجة ايا ولا على كده بقى اوضه النوم مش بعيد عن هنا صح؟ ميشو يا النبي بيه. اهلا يا ميشو، اتفضل اقعد. السلام عليكم. الله، الجو هنا عبقري. اقعد. عجبك الجو؟ جدا، اصل انا حضرتك بموت في المزيكا، خصوصا المقطوعه اللي بيعزفوها دي، مقطوعه اين كلاين نخت بتاعت موتسارت. ده انت باين عليك جامد جدا، زي ما بيقولوا البوس، وكمان اللي عملته في لبنان. انا جامد جدا زي ما بيقول. هو مين البوس وعملت ايه في لبنان حضرتك يعني؟ وكمان حريص. لا تعجبني طبعا. انت ما تعرفنيش، لكن اكيد سمعت على عنابي. عنابي؟ لا، هو انا الحقيقه شربته بس يعني. دمك خفيف وبتحب الهزار. النبي بيه ده أكبر تاجر تحف وانتيكات في البلد، وشغله كله بيصدره بره. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بص ما هو سيماهم على وجوههم.
فعلا حضرتك ده اجمل شيء حضرتك تعمله علشان بقى بره يعرفوا اسم مصر وعظمتها. اهو ده اللي انا حريص عليه يا ميشو، ان اسم مصر ومكانه مصر تبقى في اعلى مكانه. عشان كده ما بشتغلش غير في الاثار، عشان الناس تتشوق تيجي وتزور مصر. ندخل في الموضوع. انت عارف ايه ده؟ طبعا، دي صورة تمثال ايزيس وهي تردع والدها حورس. ايزيس زوجة الاله اوزوريس وام الاله الصقر حورس، وكانت ايزيس رمزا للامومة والحماية والتحدي. كفاية كفاية. لسه، وكانت عند الفراعنة الهة السحر والجمال وحمت الناس من الشر. انت باين عليك دهية فعلا، ايه المعلومات دي كلها؟ فعلا حضرتك انا دهية ودواهي كدهون يعني في نفسيتي، وما تستقلش بيا يعني. وانت عارف التمثال موجود فين؟ طبعا عارف، موجود في المتحف المصري الذي انشئ عام 1896. اي والذي بناه المهندس الفرنسي مارسيل دورنو. وكان على النسق الكلاسيكي. انا كمان وصلتني معلومة ان التمثال ده هيتنقل من المتحف السنة دي مرتين، عشان يروح يترمم ويرجع تاني للمتحف المصري، والمرة التانية هيتنقل من المتحف المصري للمتحف الجديد. يعني حضرتك يعني مهتم قوي يعني كده بالموضوع ليه يعني؟ حضرتك عايزني انا اشرف على عملية النقل؟ ماشي، ما عنديش مشكلة خالص، ربنا يا رب يكتر من امثالك. لا يا ميشو، لا، انا عايز التمثال نفسه، ودي المهمة انك تجيبهولي. ربنا يقلل من امثالك. حضرتك عايزني انا اسرق التمثال نفسه؟ باي طريقة انا مش هناقشك، المهم ان انا هعرف لك معلومة ميعاد نقل التمثال. طبعا، وحضرتك بقى لما انا اجيب لك التمثال حضرتك هتقوم مهربه على بره البلد، صح؟ لا، ما تشغلش نفسك بسفره البره دي، انا ليا سككي. ها، قلت ايه؟ قلت لا طبعا. هدي لك نص مليون دولار يا ميشو. نص مليون ايه؟ انت تعرف التمثال ده قيمته قد ايه؟ مليون يا ميشو. ولا 10 مليون. شكرا. أفكر. هسيبك تفكر وبكرة تقولي ولا لا. يا نهار أبيض، إيه اللي بيحصل لي ده يا ربي؟ كل ده علشان حطيت نفسي مكان أخويا ميشو يوم واحد؟ إيه الناس دي؟ وإيه العالم ده؟ كلكم بقى مصيبة عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، ديكم تاني. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لو قلت لاخويا ميشو اخاف لا يروح يسرق التمثال، لو ما قلتلهوش اخاف لا يعملوا فيه حاجة وحشة. عنابي بيه ده شكله ما بيخافش لا هو ولا سكر سنطرافيش اللي معاه ده، يعني لو بلغت عنهم البوليس مش هيجيب نتيجة معاهم. وكما قال لاو تسي، إذا كان الناس لا يخشون الموت فما الفائدة من محاولة تخوفي؟ ده إيه الغلب ده يا رب؟ إيه الغلب ده يا رب؟ إيه الصداع ده يا رب اللي بقى على عناية؟ وكما قال أبيقراط وأرسطو وأفلاطون، فإن كل شخص له صفة تميزه عن غيره. غلط، مفروض إن كلنا سواسية. الخلافات الفردية لا تغير من الأمر شيء، لأننا بنكمل بعضنا البعض. لا 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 لا، هو ده الغلط بعيد، هو اللي ألغى الطبقات وأوجد الحقد الطبقي من الفقراء على الأغنياء، ومن هنا ظهرت السرقة وكثرة اللصوص. بس أنا شايف إن الوسطية هي الحل. السرقة وكثرة اللصوص ظهروا من طبع وجسع الأغنياء، وبعد كل شيء بيمشي
بالرشوه والمحسوبيه، علشان مفيش نظام، مفيش تعايش مع الواقع. لازم يبقى في ناس بتاكل كافيار وناس بتاكل فول. يا جماعه انا عايز نابت، فين النابت؟ ضروري كل سنه مره حرام تنسوني بالمره، يا زحمه والحياه غربه، بنتلاقى تفرقنا وطعم اللقمه بقى مره، زوروني كل سنه مره. الله يا ملك، الله ايه الجمال ده والحلاوه دي، الله الله يا ملك. يا سلام. اوعى تكلمني بابا جاي ورايا، اوعى تكلمني بابا جاي ورايا، يا خدانه مني يزعل وياي، فاهم؟ اوعى تكلمني برا. فطيم بس يا انس اطلع برا يا شويه تسيع. انا اعترض. اعترض على نفسك. لا 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 لا، ايه ده؟ لا 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 لا، انا مش برا. اطلع برا. ماشي ماشي، في 60 داهيه اطلع برا يا شويه تسيع. اوعى ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اطلع برا. انا اللي استاهل كل اللي يجري. انت اللي تستاهل. يا برا برا. فاطين، ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده قفلت الصالون. صالون؟ صالون ايه يا انس؟ انت لو كنت فتحت صالون حلاقه كان يبقى احسن. ايه دول شويه صيع جايين عشان ياكلوا ويشربوا بس؟ مالك زعلان كده ليه؟ كنت عارف انك هتستناني وانا ما كنتش هنام من غير ما اتكلم معاك. حطيت نفسك مكاني وشفت العالم اللي انت كنت عايز تعيشه. شفت العالم بتاعك كله دمار ورعب وخوف ودم، ويا ريتني ما شفت العالم بتاعك. نهايته الموت يا ميشو. ما كلنا هنموت. ايوه بس مش عايشين ندور على الموت ونروح له برجلينا. هو طريقي وباختياري، وده العالم اللي انا عايز اعيش فيه، بس العالم ده صعب ان الواحد يعيش فيه، وانا صعب ابعد عنه. شوف عالم تاني غيره. قصدك العالم اللي انت عايشه؟ ما شفته. شفت ايه؟ شفت ضعفك حتى مع خطيبتك لمياء. مالكش دعوه بخطيبتي لمياء يا ميشو. شفت حب التلاميذ ليك وحب عمي انس. شفت خوفك عليا في كتابك. بس للاسف عمري ما هبقى فطين يا فطين. مش لازم تكون فطين، بس ما تبقاش ميشو. صعب. انا بحب ميشو، ما اقدرش استغنى عنه. بس خلي بالك بقى لو هو اللي استغنى عنك. متخافش، عمر الشاي باقي. الفلوس دي مش بتاعتي، بتاعتك. فلوس؟ فلوس؟ فلوس عملية طلعتها مكانك كمان. ده احنا بقينا جامدين قوي وبقينا نطلع عمليات. بس دول حقك يا فاطين، وانا مش هاخد منهم حاجه. مش ماشي. سلام ميشو. نعم. اوعى تكون زعلت خطيبتي لمياء. سلام. ما انا كان ممكن ابوس انا واضايقك. الوقت اتأخر قوي. صباح الخير يا سمسمة.
كده تسيبيني نايم لحد دلوقتي؟ ايه ما جوعتيش ولا عامله دايت؟ ماشي يا ستي. هذا الفطار بتاعك. بيصحيني بعد كده يا سمسمة؟ ها الحباء وما استحمى واتوضى عشان اروح اصلي صلاة الجمعة. فاطين يا فاطين. سميرة سميرة راح فين الزفت ده؟ انت يا زفت يا فاطين. اوف زهقت. فين اللي اسمه فاطين ده؟ راح فين يا فاطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. فاطين. نعم. رايح فين؟ حضرتك يعني شايفاني لابس جلابية بيضة وطاقية بيضة وماسك في إيدي سبحة، والنهاردة يوم الجمعة، يبقى رايح فين؟ أروح ألعب تنس يعني؟ حضرتك رايح أصلي الجمعة. اعترضي بقى، اعترضي عشان ربنا يسخطك في يوم زي ده. اتكلم بأدب يا قليل الأدب، دي مش أخلاق واحد رايح يصلي. لسه بدري قوي على الصلاة، وأنا لسه ما شفتش النسكافيه بتاعي. إيه؟ حضرتك بقى أنا بحب أروح الجامع بدري، وما حبكش يعني حضرتك تشرب النسكافيه بتاعي غير وأنا رايح أصلي؟ بطل رغي، بطل رغي، إيه القرف؟ أنا زهقانة، متضايقة يا أخي، إعملي النسكافيه بتاعي، هتعمله ولا مش هتعمله؟ لا مش هعمله، ها. بقى كده؟ ايوه ماشي. سيد يا سيد. ايه سيد؟ في ايه يا سيد؟ ايه يا زفت على الصبح زعلت سمورتي ليه؟ بابا حضرتك سمورتي دي انا بقى عايزاني اعمل لها نسكافيه بتاع الصبح كده هنا يا بابا. من حقها يا اخي، من حقها، من حقها تشرب نسكافيه كافيه وليه تشرب اللي نفسها فيه، من حقها. يا بابا انا رايح اصلي. طب انا هزممك ذمه، في حد رايح يصلي دي تبقى اخلاقه؟ دي اخلاقه يزعل مرات ابوه اللي في مقام امه؟ انا اسف يا بابا، انا اسف. النسكافيه بتاع حضرتك سكره ايه؟ شفت قالك ايه؟ في مقام ماما. الله يرحمها. ها بس انا عادالك وسكري مظبوط. حاضر. وانا اعمل لي شاي سكر زياده بسرعه. حاضر يا بابا. وجهز لي الفطار كمان. يلا اعترض اعترض، اغضب ابوك، اغضبني. لا انا اسف يا بابا، اغضبني وانا غضبي بسرعه. لا انا اسف يا بابا، ما تغضبش يا بابا، انا اسف. حاضر، هعمل لحضرتك كل اللي انت عايزه. حاضر. طب اتفضل اتفضل بقى، اعمله بسرعه علشان انا ما اغضبش. حاضر يا بابا. ولا اغضب؟ لا يا بابا ما تغضبش يا بابا. ولا انا ازهق. زهق براحتك. سامحني يا رب، ما كانش قصدي اغضب بابا، بس قصدي ازهق مرات بابا. خدها يا رب. شفتي اخلاق ابني بيدعيلك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم. ايه ده يا عم انس؟ صلاه الجمعه خلصت، بصيت حواليا ما لقيتش حضرتك. عم انس، هو حضرتك زعلان مني في حاجة ولا ايه؟ يعني ما انتش عارف؟ واعرف منين يا عمي وانا من امبارح الصبح ما شفتش حضرتك؟ جاري يا فاطين. هلا انت نسيت اللي عملته في الصالون ولا ايه؟ بقى بعد ما فرحتني وقلت لي ان انا هقابل اشجان هانم واتقدم لخطبتها تقوم تعمل اللي انت عملته ده؟ ايه ده؟ هي اشجان هانم عرفت ان حضرتك بتحبها؟ الله، انت مش رحت لها امبارح؟ لا.
يعني ايه يا فاطين؟ كنت بتضحك عليا؟ لا يا عم والله، بص انا هفهم حضرتك الحكايه كلها. انا امبارح ما كنتش انا، كنت ميشو، وميشو كان انا، يعني ما كانش هو. يعني انت اتحولت من غير ما انا اعرف؟ هو ده اللي حصل بقى عمي، وانا اللي طلبت من ميشو كده علشان يتغير، وبرضه فشلت. وانا اقول فاطين عمره ما قال لي انس حاف، وايه اللي غيره كده؟ انما قول لي بقى يا عم انس، هو انا عملت امبارح؟ قصدي اخويا ميشو عمل ايه؟ طرد كل اعضاء الصالون وكسر على دماغ الاستاذ عبد العليم. الاستاذ عبد العليم؟ يا خبر ابيض، ده زمانهم بقى دلوقتي فاكرين ان انا اللي عملت كده. اذا كنت انا نفسي افتكرت ان انت اللي عملت كده، امال هما ما يفتكروش. خلاص يا عمي، يبقى انا بقى المفروض اعتذر لهم كلهم المره الجايه، علشان ساعتها مش هقدر اقول لهم ان انا ما كنتش انا. سيبك بقى من الموضوع ده يا عمي، عايزين نشوف موضوع الجو الجميل. اشجان هنا، ها ناوي على ايه؟ ناوي على ازاي؟ هروح لها طبعا حسب الميعاد، بس انت هتيجي معايا يا فطين. طبعا يا عمي طبعا. عمي من الواجب الاول ان احنا نقول لبابا علشان يجي معانا، اخوك الكبير برضه. يا سلام. طب قول لي بقى، فين اسمها اشجان دي؟ يا بابا اخرس انت، قول انت. كانت بتيجي الاستوديو عشان تتصور، وطبعا ضحكت وهي بتتصور، حضرتك افتكرت انها بتضحك لك انت، وقعت في حبها. يا بابا اخرس انت، ما تلاقيك انت اللي غويت وما هو ماشي وراه. انا ما حدش غواني يا سيد، انا بحبها. بلا حب بلا كلام فارغ، ده انت لسه صغير. الحب مش كلام فارغ يا بابا. الحب مش كلام فارغ يا سيد. اخرسوا انتوا الاتنين. طب مش الاول نعرف اصلها وفصلها ومن عيلة مين دي اللي هتناسب عيلة سيد الحاوي اللي على سن وربع؟ يا بابا مليون مرة قلتلك اخرس انت. عيلة يا سيد؟ اشجان بنت اصول، وكمان ما هياش محتاجة. غنية يعني؟ ساكنة فين دي؟ في فيلا هنا في المانيا. كلش يا اشجان توفيق اللي في فيلا توفيق باشا. ايوه يا سيد، ايوه هي. تعبتني قصدي انت وقعت عليها ازاي دي؟ انا بحبها وهي موافقه، هتيجي معانا ولا لا؟ طبعا هاجي. امال ايه؟ امال عاوز تروح لوحدك وتخرج عن طوعي؟ سيد انا جاهزه يا حبيبي. وانا كمان جاهز يا سمرتي. احنا هنروح السيما، لما نرجع نبقى نروح لها. ماشي يلا يا حبيبي، عايزين نتفرج على الفيلم من اوله. يلا يا حبيبي، تحبي تروحي فيلم ايه؟ نفسي اشوف فيلم رعب. ماشي يا حبيبي، لسه هيروحوا السيما. معلش يا عمي لسه بدري. احكي لك بقى اللي حصل لي امبارح عقبال ما يرجعوا ان شاء الله، وتقول لي اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها. مصيبه؟ ما هو طول ما معايا شويه رجاله قفف هيدوا فرصه لسيد الحاوي وعياله ان هم يلعبوا بيها كوره. فاطين حتى فاطين بقى يعرف يرد. ما احنا ما رضناش نتعامل معاه يا معلم عشان انتوا صحاب. بس يالا، هو لسه في كارت احنا ما استخدمناهوش. كاميرا امرني يا برنس. تروح المستشفى عند الواد خنزيره، تطقص على الاخبار. تمام يا برنس. تطقص وبس، مش عايزين فلحسه وكتر غباوه. حاضر حاضر بالاذن. بقول لك يا معلم، اروح مع الواد ده، الواد ده غبي ممكن يبوظ الدنيا. لا خليك انت هنا، عشان انا محتاج معايا واحد ذكي يرص لي حجرين. يعني يا ماما لو ميشو عارف ان انا ضابط شرطه، ده ممكن ياثر على علاقه الثقه اللي انا ببنيها معاه بقالي فتره؟ طبعا يا حبيبتي ياثر، وياثر قوي كمان، لان هو اساسا لابس قناع عشان يتخفى وراه، وحضرتك بتقابليه لابسه قناع عشان تتخفي وراه. ده ممكن يعمل له اضطراب نفسي، لان خالفتي كل توقعاته وذكائه خانه في التعرف عليكي. طب اعمل ايه يا ماما؟ لازم تخليه يثق فيك تماما، مش هو بس، لا هو واقرب الناس اليه كمان. زي مين؟ اللي عايش معاهم وبيثق فيهم، يعني امه، اخته، ابوه، اخوه. طب ودول هينفعوني في ايه؟ انت لازم تكسبي ثقة اقرب الناس ليه، لان هما دول اللي ممكن يدعموكي ويقفوا معاكي. هيساعدوكي، خصوصا لما تقولي انك انت ظابط. هما بس اللي هيقفوا معاكي، لان هما بس اللي عايزينه يبقى كويس.
طب ودول هكسب ثقتهم ازاي اذا كنت ما اعرفهمش اصلا؟ اه انت بقى لازم تبداي تعرفيهم، تبداي تتعرفي عليهم من دلوقتي. ده الموضوع طلع صعب قوي يا ماما. طبعا يا حبيبتي لازم يبقى صعب عشان لما تنجحي تحسي بقيمه اللي عملتي. يا رب انجح. يا رب يا بنتي. إيه هو فؤاد بقاله مده لا بيتصل ولا بيتكلم، هو انت ما شفتيهوش من اخر مره؟ بصراحه لا. طب ليه يا بنتي؟ اتصلي بيه، فؤاد بيحبك وبيخاف عليكي، كلميه طيبي خاطره اذا كان زعلان منك عشان خاطري. وسبت عالنبي بيه على اساس اني هرد عليه عم انس. يا دي المصيبه السوداء، هو احنا لسه خلصنا من شيكو مدريد لما يطلع لنا عالنبي ده؟ شفت بقى عمي المصيبه اللي انا فيها، انا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي انا. وانت ازاي تبقى ميشو من غير ما تقولي؟ الله، ايه يا عم انس، مع حضرتك اللي دايما كنت بتشجعني وتقولي يا فاطين انا عايزك تعمل مع ميشو اللي انا ما عرفتش اعمله مع ابوك. وانا لغايه دلوقتي برضه نفسي تنجح بس ما توصلش لسرقه اثار البلد. انما قولي اشمعنى تمثال ازيز ده اللي هم قاصدينه؟ لان مفيش منه نسخه تانية، وهو كله على بعضه 31 سنتي وقيمته الفنيه عاليه جدا، يعني سهل ان هو يتشال يا عم انس، وفي اوروبا بقى وامريكا ممكن يتباع بالملايين. خلاص نبلغ البوليس. واقول لهم ايه بقى يا عم انس؟ اقول لهم اصل انا كنت مكان ميشو اخويا الحرامي وبقى يقبضوا عليه. خلاص نبلغ البوليس من غير ما نقول احنا مين، نتصل بالتليفون. ما اكيد بقى هيروحوا يقبضوا على عنابي بيه ده، وساعتها هيعرف ان ميشو اخويا هو اللي بلغ عنه ويقتله، وابقى انا السبب في قتل اخويا ميشو عمي. امال نعمل ايه يعني؟ اقول لك مش هما مستنيين ردك؟ ايوه عمي والليله دي. خلاص ما تردش، وميشو ما يعرفش حاجه، وهم لما يلاقوك ما ردتش يعرفوا انك مش عايز تعمل العمليه. طب والتمثال يا عم انس؟ ما اكيد هيشوفوا حد تاني علشان يسرقوا. مش هيعرفوا، هي بتسهل كده، اكيد في حراسه وبوليس. اهم حاجه ان ميشو ما توصلوش المعلومه، واحنا قدامنا حل تاني. انا عن نفسي مش هقول له، بس اوعى يا عم انس حضرتك تقع بلسانك قدامه. ها انا؟ لا. يقول لي ايه فطين؟ ايه ده ميشو؟ لا ده كان هيقول لك مش عمك انس راح يخطب دلوقتي. انا عارف. الف مبروك يا انس، بس ما تاخرش عن الميعاد. الله يبارك فيك يا ميشو، وفاطين واخويا سيد هييجوا معايا، ما تيجي معانا يا ميشو. كفايه عليك فاطين وسيد. عقبالك يا ميشو يا رب. سلام. مع الف سلامه يا اخويا. عم انس تفتكروا ان سمعنا؟ ما اظنش. قول لي انت بقى، تفتكر اني بدله عندي البسها واحنا رايحين؟ كنت متاكده اني هلاقيك هنا حتى يوم الاجازه في المكتب. اهلا ساره اتفضلي. ايه ايه ايه، اهلا ساره اتفضلي. انت عايز تفهمني انك لسه زعلان مني؟ يا ستي مش زعلان ولا حاجه، يا ترى المره دي بقى جايه تقنعيني بايه؟ بان المجرم انسان سهل تغييره؟ لا خالص، انا ما كنتش جايه اتكلم في الموضوع ده خالص، انا كنت جايه اصالحك بس يظهر ان انت مشغول. سلام. استني بس ساره، استني رايحه فين؟ هتقبل الصلح ولا؟ من غير ولا. وبعدين مش هينفع الظابط صارت نفسها تبقى في مكتبي واسيبها زعلانه. تعالي اتفضلي. احكي لي بقى عامله ايه؟ بجتهد في شغلي يمكن ابقى زيك. انت طول عمرك مجتهده، هي حاجه واحده بس اللي راكبه دماغي فيها. شفت بقى انت اللي بتفتح مواضيعهم. خلاص خلاص مش هفتح مواضيع. نستيني تشربي ايه؟ لا انا همشي فعلا عشان شكلك مشغول، وبعدين ما ينفعش الظابط يعطل زميله. ماشي. فاضيه بكره؟ وحتى لو مش فاضيه افضي لك نفسي. خلاص نتقابل بكره. ماشي باي. حاسس بضيق تنفس وخنق. ليه بس يا فطين؟ الظهر ده سحب الاكسجين كله يا عمي. ده انا هقوم امشي. استنى بس يا بابا. استنى ايه؟ مش شايفين ايه الذوق اللي احنا فيها؟ بقالنا ربع ساعه قاعدين محدش عبرنا. اصل انت مش عارف، اصل الاستاذ فهمي ابن اشجان هانم لسه جاي من اسكندريه وما عندوش فكره عن الموضوع، فهي اكيد بتفهمه. وافرض الاستاذ فهمي فهمه على قده،
هتقعد تفهم فيه اليوم بحاله ونفضل احنا قاعدين عاملين بالورد كده. معلش يا بابا نستحمل يا بابا. معلش 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 ارحبوا بامشي يا بابا. ارجوك انا بحبها بحبها. وصل وصل يا عم انس. اهلا 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 اهلا. ابني فهمي مهندس بترول. واخبار البرميل بترول بكام دول والجيركن واللتر بكام؟ بابا سيد بيحب الهزار قوي دمه زي العسل والله. اهلا وسهلا استاذ فهمي حصل لنا الشرف والله. احب بقى اقدم لحضرتك بابا سيد اخو العريس. عمي انس بقى هو العريس. انا بقى فطين ابن بابا سيد وابن اخو العريس ومدرس دراسات. شوف يا فهمي يا ابني هو الموضوع ابسط من البساطه. جايز انت تقول ان انا مصوراتي بسيط ومملكش حاجه. لا يا عم انس حضرتك مصوراتي كبير قوي. حضرتك يا استاذ فهمي ما شفتش تصاوير الاستاذ انس. عمي ده فنان. بس انا الحب الفياض في حياتي وكل همي في الحياه ان انا اسعد مدام جان على طول الزمان. استوتش كده اللي استقالوا بينا. قبل ما تجاوب يا باشمهندس احب اقول لك ان النسب بيننا ده مش هيبقى نسب عادي. لا 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 ده هيبقى فيه كمان بيننا بيزنس كبير قوي. اصل انا بفكر اتاجر في البترول بفلوس مراتي سميره هاني. وطبعا مش هلاقي حد احسن منك اشتري منه الجاز. يا بابا واضح على حضرتك يا استاذ فهمي انك بتفكر. صدقني صدقني يا استاذ فهمي مش هتلاقي عريض زي عم انس. ثقافه عراقه تصوير مفكر مدبر كامل من مجاميع. بالنسبة بقى للفرح أحلى فرح فيه كمان ده غير الرقاصة والأرجوز. إذا كنتوا بقى عاوزين تسطروهم يعني هتضايق فيبقى هنا يتجوزوا هنا في السكيتي كده ويبقى زيتهم في دقيقة. يبقى نقرأ بقى الفتحة. تسمع أنا آسف جدا يا جماعة أنا مش موافق على المبدأ أصلا. إيه؟ بعد إذنكم تغيد الزولية اصله اتفاجئ. لا اشكال هاني طالما بقى وصلت للمبدأ والتريب الروزولين اللي انت قلت عليها دي يبقى احنا ملناش وجود هنا لمؤاخذة. وفهم الباشمهندس ابنك ان مشاريع البترول اللي بيننا خلصت والكام برميل اللي عنده انا مش عاوزهم. انا هتاجر في براميل ترشي. بينا يا انس. يلا يا يلا يا انت واقف محجر ليه؟ اوعى تتاثر بالموضوع ده هجوزك احلى منها. ايه رايك بقى؟ تعالى عندي في محل الورد واتفرج على اللي هيشبطوا فيه. تعالى يلا يلا قدامي فاضيني بقى هات الورد ده معايا. يلا يلا ميشو في ناس عايزاك في العربية. ناس مين؟ تعالى معايا وانت تعرف. مساء الخير. فكرت في ايه؟ في رأي ميشو في اللي قلناه امبارح. امبارح ولا مش هتتكلم الا عند النبي بيه؟ النبي بيه؟ لا بقول لحضرتك ايه بقى انت تحكي لي بالتفصيل اللي حصل امبارح لحسن. اخوك دلوقتي مهنج على الاخر وتركيزه ضعيف. يعني ايه يا ميشو؟ سرق التمثال من على عربيه عليها حراسه مخاطره كبيره قوي ما تستاهلش المجازفه. وبعدين سمعنا يعني التمثال ده عن النبي بيه ده لو بالهول كان يبقى سهل. شوف يا ميشو انا حاجي معاك من الاخر. التمثال ده انا بعته خلاص وخدت عربون كمان. يعني العملية دي هتعملها يعني هتعملها. مش الحاوي ما بيتهددش على النبي بيه.
وبعدين ميعاد نقل التمثال لسه معاك، انا معرفوش. خلينا انا بقى في العمليات الصغيره المضمونه. هديلك 3 مليون. واضح ان التمثال ده يستاهل قوي، بس برضو ما ينفعش. اقولك على حاجه، رجع العربون احسن، لانك مش هتلاقي حد يعمل لك العمليه دي. عمليه زي دي محتاجه شهر تخطيط على الاقل على النجم. ميشو، لو بتلاعبني بلاش. ميشو الحاوي كلمته واحده، تقلقش، سرك كبير. بعدين المزيكا دي صدعتني قوي. برضو عمي مش عايز تاكل؟ ده حتى البصارة النهاردة طعمها يجنن. بص بقى يا عم أنس، حضرتك عملت اللي عليك، وإذا كان ابنها مش موافق فهو مش صاحب القرار يا عمي، أشجانها هانم هي صاحبة القرار. وهي في إيدها إيه بس يا فاطين؟ تقنعه يا عمي، تقنعه إنها موافقة ومقتنعة وعايزاك كمان. طب ولو ما اقتنعش؟ طبعا مش هقدر اقول لحضرتك تاخدها وتهربه لان ده غلط، انما كل اللي هقدر اقوله لك يا عمي اصبر، تصبر على حبك ليها زي ما صبر عنترة وزي ما صبر امرؤ القيس كده. انا خلاص يا فاطين، صبري قرب ينفذ. انا ما صدقت اني اعترفت لها بحبي وهي وافقت. معلش يا عمي، والله انا حاسس بحضرتك جدا جدا جدا، بس اقول لك ايه بقى، لسه في امل يا عمي، مش حضرتك دايما اللي كنت بتقولي كده؟ ايوه. وليك عليا يا عمي، انا بنفسي هروح للاستاذ فهمي مره تانية واقعد بقى اشوف وجهه نظره ايه تاني. يا ريت. اتفضل بس، يلا اقعد بقى كده وكل يا عمي، ده البصاره طعمها حلو خالص النهارده. وعايزك تضحك يا عم انس وما تزعلش نفسك تاني، وكما قال ايليا ابو ماضي، كن بلسما ان صار ظهرك ارقما، وحلاوه إن صار غيرك علقما. فطين، بصوا بقى، بونبوني عليه مراقبة أخويا فاطين. تعرف يا بونبوني فاطين بيعمل إيه من ساعة ما بيخرج من البيت لحد ما بيرجع تاني؟ إيه ده ميشو؟ أنت شاكك في أخوك فاطين؟ يا أخي لأ، أنا خايف عليه من شيكو مدريد، لحسن يأذيه ولا حاجة بعد اللي إحنا عملناه فيه. أقول كده. وأنا هعمل إيه بقى يا ميشو؟ أنت بقى ستيشن هتراقب المتحف المصري اللي في ميدان التحرير، عارفه؟ عارفه، اللي في الميدان. هراقب إيه بقى؟ تعرف لي كل حاجة بتحصل في ستيشن، ولو لاحظت أي حاجة غريبة تعرف إيه هي. ولو ما لاحظتش أي حاجة غريبة هعرف إزاي؟ تعرف إيه؟ تعرف إيه؟ لاحظت أي حاجة غريبة مش غريبة تيجي تبلغني يا ستيشن وخلاص، فهمت؟ خلاص، أنا هحكي لك كل اللي شفته، وإنت بقى فنط الحاجة الغريبة والحاجة اللي مش غريبة. هو أنا هفهم أحسن منك؟ ومش قال لي اراقب المتحف، امال سابني هنا ليه؟ لا مش قادره، كفايه يا سيكا نكت كده، اتس اناف، حاسه اكتر من كده ان انا ممكن ازهق. لا لا تزهقي، لا خلاص يا حياتي. العشاء جاهز. لا بقول لك ايه، ما بحبش الوشهم بيفر على العشاء، نفسي بتقف. سلامة نفس حضرتك يا مرات بابا يا جميلة. أي خدمة تاني؟ اقعد كل معانا حضرتك، انا لسه متعشي يعني، وبعدين عندي مدرسه الصبح بقى كده. سيد وبعدين اتفضلي يا حبيبتي، الاكل بالهنا والشفا. ميرسي يا سيكا. سيكا سيد الحاوي بقى سيكا؟ انت مال ابوك بتدلعني،
مالكش دعوة أنت. حاضر يا بابا. الحق يا فاطين طنطك سمينا بالمية بسرعة. ايه ألف سلامة. بسرعة بسرعة. حاضر يا بابا. حاضر ما انا اهو. استحملي يا حبيبي استحملي. حاضر اهو. اتفضلي يا مرات بابا. الشفشق يا ابني بسرعه يا ابني يا ابني بسرعه اهو بسرعه جدا هون يا بابا. الف سلام عليك يا حبيبتي يا مرات بابا يا جميله. اتفضلي الثانيه الثانيه. اتفضلي الف سلام عليك. ايه ده العين دي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ميرسي يا فطنطنة. فطنطن؟ ايه فطنطن دي؟ ايه فطنطن دي يا بابا؟ يا ابني بتدلعك يا غبي بتدلعك. حضرتك انا اسمي فطين وبحب اسمي فمحدش بقى يقول لي غير ان اسمي فطين. بتحب اسمك؟ ايوه. طيب يلا خش اوضتك بقى عشان بدأت ازهق منك. ليه يا مرات بابا؟ ما اقعد شويه معاكم يمكن الزغطه تجيلك تاني ان شاء الله. سيد لا حاضر. تصبحوا على خير بقى. ايه ده؟ وانا انا نهت خلاص يا بابا. طيب طيب يا حبيبتي. ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ميرسي يا سيكا. العفو حبيبتي. بقول لك ايه يا روحي؟ ما دام احنا بقى اطمنا لبعض وبقينا روح واحده، ما تيجي بقى نحط فلوسنا على فلوس بعض ونعمل بيزنس كبير قوي، ولا انت لسه مش واثقه فيا؟ لا لا اوعى تقول كده يا سيكا، لازعل منك اخص عليك. انا بس كنت محتاجه وقت افكر عشان اعرف ايه المشروع اللي ممكن يجمعنا ببعض عشان اكلم المحامي يحضر الاجراءات. المشروع جاهز وفي دماغي من زمن ومستني موافقتك انت. مشروع ايه ده يا سيكا؟ سلسلة محلات سيد وسميرة، أكل وشرب، فراخ سمك لحوم، كله 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 عندنا. حلو قوي قوي يا سيد، بس الاسم بلدي موت. خلاص نسميه سميرة وسيد، إيه رأيك؟ أنا من رأيي نسميه أس أن أس بدل سميرة وسيد. صباح الخير يا هاني. يلا نام. شكرا. اتفضل. السلام عليكم. صباح الخير يا فاطين بيه. ايه جيد ايه جاي مالك في ايه؟ قال له ايه الادب اللي حط عليك مره واحده ده؟ تحت امرك يا بيه. لا انت مش مظبوط النهارده. بقول لك يا جعيدي، انت متخانق مع مراتك؟ اللي تشوفها يا بيه. بس احسن، واضح ان الضرب بيجيب فايده معاك. بيجيب يا بيه. اللي قول لي بقى، المدرسه عامله ايه؟ اصلها وحشتني قوي. كله تمام يا بيه. الانسه الاستاذه مروه جت، والانسه الاستاذه لميا جت، وما فاضلش غير الانسه الاستاذه ساره. وربنا يزيدك يا فاطين بيه. لا والله العظيم انت النهارده مش مظبوط على فكره، مش طبيعي خالص. بس انا دلوقتي مش فاضيلك، اخلص الاذاعه المدرسيه وبعد كده اروق لك يا جايدي. والله مضروب يا ابويا عليك يا ابو الفطاطين يا العيب. وإذا كنت قد حصلت على الجائزة الأولى في البحث الـ13 ليه يا أولاد، فأنا ما زلت أتعلم وسأظل أتعلم، سأظل أتعلم حتى آخر نفس لي، حتى آخر قطرة من دمي. وحكمة اليوم هي: كلما كبرت السنبلة انحنت، وكلما ازداد علم العالم تواضع. كان معكم مستر فطين سيد حسان، مدرس الدراسات الاجتماعية بمدرسة أبناء الغد الخاصة. شكرا. شايف يا دودي؟ واضح ان الجايزة بتاعتي معتادة علمت الأولاد الأدب. شايف ازاي رافعين ايديهم واقفين مهذبين تقديرا ليا؟ فخور بيهم قوي. صباح الخير يا استاذه مروه. صباح الخير يا مستر فطين. بقول لك يا استاذه مروه، انا المدرسه النهارده كلها متغيره معايا ومش عارف ايه السبب، يعني ايه اللي حصل لكل ده؟ مش عارف، ما لاقيش يعني عندك تفسير منطقي لكل ده. ما جتش ليه الميعاد اول امبارح؟ ميعاد؟ ميعاد ايه؟ استنيتك في الكافيه اللي قلت لي عليه في الزمالك،
بس على العموم انا مش زعلانه. هتيجي النهارده؟ اجي فين؟ فاتين 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 حبيبي فاتين حبيبي ايه وحشتني وحشتني صباح الخير. بعد اذنكم. صباح الخير يا لمياء يا حبيبتي. ايه ده؟ انا بجد حبيبتك؟ طبعا حبيبتي. انت كمان حبيبي وخطيبي. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن يعني بعد المدرسه نخرج شويه علشان انت وحشني قوي. ويا فتفت معي. ويا فتفت ايه ده؟ معقولة الوحشة دي كلها من يوم واحد بس؟ هو ايه اللي بيحصل في المدرسة ده؟ جلوس جلوس. ايه ده؟ لا انا كده مش فاهم اي حاجة. صباح الخير يا استاذ فطين. صباح الخير يا فندم. ابسط يا استاذ فطين، الاستاذ رؤوف صاحب المدرسه وافق لك على الرحلات المدرسيه المجانيه اللي طلبتها منه في بدايه العام الدراسي. والله ده خبر هايل والله. ده مش كده وبس، ده كمان صرف لك مكافاه شهر. شهر؟ حضرتك انا متشكر جدا جدا ويا ريت يعني تبلغوا تحياتي. هو كان ليه طلب صغير عند معاليك. يؤمر. يا ريت حضرتك تكلم الانسه المبجله بنت اخت معالي وزير التربيه والتعليم عشان الوزير يحضر بنفسه المدرسه ويفتتح قسم الكمبيوتر. طبعا الموضوع ده لو حصل هيفرق كتير مع المدرسه وسمعتها. حاضر ما تقلقش يا فندم انا هكلمها. متشكر متشكر يا استاذ فطين. مع السلامه. على السلامه. اهلا وسهلا، اتفضلي يا ساره. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ميشو يا ولدي. ساره يا حاج اللي كلمت حضرتك عنها. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك انت يا بنتي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الله. استريح يا بنتي. يا ولد هات التمر ومية الورد. جاهز يا حاج. اتفضلي يا اختي سارة. شكرا قوي نفسي. اتفضل يا خميشو. جزاك الله خير. تفضل التمر هنيئا بريئا ان شاء الله. شكرا يا عم. طيب انا هستأذنكم عشان صلاة العصر وجبت. مع السلامة يا عم. معلش يا بنتي اسلم اتوضي. ميشو يا ولدي. نعم. لا تتأخر عن صلاة العصر. حاضر. مع السلامة يا حاج. الله يسلمك. ايه رأيك كده ماشي تمام؟ تمام قوي. اخلع بقى يا سيد. شافت البوسة. شافتها يا سيد اخلع بقى. الله الله. مع السلامة يا حاج. الله يسلمك يا ولدي لا تتأخر. ايه رأيك بقى في الحاج؟ زي ما قلت لك عليه بالظبط. ما تلحقيش تقعدي معاه خالص. نسمع ملاك فعلا. حلو قوي المحل ده. طب والتمر؟ حلو قوي. الحاج جايبه معاه من اخر عمره، ربنا يا رب يبارك لنا فيه. بس انا مندهش قوي يا لمياء يا حبيبتي. ليه يا حبيبي؟ اصلك يعني متشعلقه كده في دراعي عادي يعني، وكلمة حبيبي بقت سهلة قوي على لسانك. ما اقولهاش ليه يا حبيبي. ايه ده؟ فاطين؟ ايه ده؟ دي حركة دي ولا ايه؟ انا خفت اصل ياخدني نص. غريبة قوي، أول مرة يبقوا مؤدبين بالشكل ده. هما يقدروا يطولوا لسانهم عليك بعد اللي أنت عملته فيهم أول امبارح يا حبيبي. أصل أنت عملت حاجات عمرك ما عملتها قبل كده، كنت حد تاني خالص. طب بقول لك يا لمياء، احكي لي إيه بقى اللي أنا عملته بالظبط وبالتفصيل. يعني إيه؟ كل ده حصل علشان ميشو بقى مكان يوم واحد؟ يعني أنا اللي كنت غلط؟ يعني إيه؟
ميشو هو اللي صح. يعني انا كنت غلط يا دكتوره، ميشو هو اللي صح. مين بس اللي قال كده؟ كل حاجه بتقول كده. انا لما حطيت نفسي مكانه شفت الدنيا على حقيقتها، ولما ميشو بقى مكاني عراني وشفت نفسي على حقيقتها. الناس كلها احترمت ميشو مش فاطين. بس ده مش معناه ان هو صح، لا، سلوك المجتمع نفسه هو اللي غلط. يعني كل الناس غلط وانا اللي صح؟ حتى لو اللي حضرتك بتقوليه ده يا دكتورة صح، هبقى انا برضو اللي غلط، لاني ندم انا شاهز في وسط المجتمع رافضني ورافض سلوكي. يعني ايه؟ عايز تبقى غلط عشان تبقى زيهم؟ امال اعمل ايه بس؟ حاول تغيره دكتورة، وانا عارف اغير اخويا علشان اغيره. عارف يا فاطين، لو نجحت انك تغير ميشو اخوك، ساعتها سلوك المجتمع كله هيتغير لوحده، لان خلاص مش هيبقى فيه ميشو، هيبقى فاطين بس هو اللي موجود. قصدك ايه يا دكتورة؟ انا مش عايزاك تستسلم يا فاطين، انا عارفة انك صح، بس انا عايزاك انت كمان تتأكد من جواك انك صح. انت صحيح بتعوم عكس التيار ويمكن الموجة عالية عليك قوي، بس انت دلوقتي خلاص بقيت في وسط البحر، يعني يا هتعوم وتنجي نفسك يا هتغرق ومحدش هيحس بيك. فطير حسيت برجليك. بص المفاجأة، جبت لك كتاب حكام مصر القديمة من أول الأسرة الأولى في عهد الملك نارمر. فطين فطين فطين، ماله فطين؟ لا 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 الله 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 الله، بص بص بص، ايوه ده كلام ولا ملاك؟ البروجرام النهارده هيعجبك جدا يا ميشو. اكيد طبعا يا ساره، انا بحب الموسيقى جدا وخصوصا بتاعه الاوبرا، ليها كده معزه خاصه عندي. انما ما قلتليش بقى ايه البروجرام النهارده؟ بص يا سيتي، السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن بحبها قوي، والسيمفونيه الاربعين لموزارت. ياه وحشاني قوي الاربعين دي. ودبل كونشيرتو الباخ. دبل ده هي الاول. بص بقى كمان في مفاجاه هتحبها جدا. ايوه كده، ايه بقى المفاجاه؟ اكيد جورج وسوف جاي النهارده صح؟ جورج لا يعني قصدي ايه المفاجاه ساره؟ بص يا سيدي، السيمفونيه الناقصه لشوبار. السيمفونيه الناقصه لشوبر، يبقى اكيد هيكملوها النهارده صح؟ هيكملوها ايه يا ميشو؟ احنا هنلعبها النهارده، نعزفها. احنا هنلعبها صح. بص يا ميشو بقى، انا شكلي هتاخر كده، بص اشوفك بعد الحفله. اوكي ماشي يا ساره، وروحي ربنا يصلح حالك. منك لله يا فاطين. شوبر ده ايه بس؟ وبيتهوفن ايه؟ وبخ ايه؟ وكلمه بقى بعزف الساكس، معلش بقى يا ساره، كان بودي اسمع السيمفونيه الناقصه بس مش ينفع. انا ما سبتش فطير من ساعه ما خرج من المدرسه لحد ما رجع البيت. المهم النتيجه. النتيجه ايه؟ لا هو كويس زي الفل. كويس ايه يا بونبوني؟ هو انا بسالك عن صحته. معلش انت بتسال على خط سيره يعني؟ ايوه. هو خرج من المدرسه وراح عماره فيها عياده دكتوره نفسيه، ظهر كده بيديها درس خصوصي، وبعد كده خلص ورجع البيت وهو هناك دلوقتي. تعرفش عامل ايه في المدرسه؟ لا بصراحة يا ميشو كدب خيبة، هو دلوقتي خرج من المدرسة وروح البيت وهو هناك دلوقتي. وانت يا ستيشن ايه الأخبار؟ أنا طول النهار واقف قدام المتحف ما اتحركش من مكان.
هو في التحرير. لا بس بصراحه كانت حفله هايله. انا مش قادره اصدق نفسي النهارده، اول مره تحضر لي حفله وكمان عجبتك. ايه التغيرات الفظيعه دي؟ اعمل ايه، بحاول اقرب منك وفي الحاجات اللي بتحبيها عشان ما نختلفش تاني. الخلاف لا يفسد الود قضيه. يعني لسه في ود؟ طبعا، مش ابن عمي. ابن عمك وخطيبك يعني باعتبار ما سوف يكون، ولا انت مش مقتنعه بالموضوع اصلا ولا ايه؟ قولي على فكره مش هذا. بص يا فؤاد، لو انا مش مقتنعه بالموضوع كنت قلت لك من زمان جدا. صدقني اول ما اخلص الرساله بتاعتي انا اللي هفتحك في الموضوع. يعني انا اصل الغلط يا فطين؟ هي دي الحقيقه يا عم انس. انا غلطان اللي حبيت اخليك نموذج للانسان المثالي اللي ما بقاش موجود دلوقتي. ادي قلتها، نموذج لانسان مش موجود. يعني ما ينفعش يتعامل مع الناس الموجودين، يعني يتحط في علبة ويبقى في فاترينا للعرض وبس، وبقيت جوه العلبة مش عارف اخرج منها. قفلت عليك عشان كنت خايف عليك، وادي النتيجة. فشل في كل حاجة، وكل حاجة انا بعملها انت الوحيد اللي بتشوفها صح، بتشوفها نجاح. عملتني النموذج اللي انت عايزه قدامك ويفكرك بنفسك عشان تثبت لنفسك ان انت كنت صح، ان اخوك زايد كان غلط. حتى ما بقيت نسخة منك، قافل على نفسي وسط كتبي لحد ما بقيت كتاب زيهم مركون على الرف، محدش بيقرب مني غير اللي زيي، واللي زيي مش موجود. بقيت نسخة كتاب بس نسخة باهتة، عشان النسخة الأصلية هي كمان كانت باهتة. الله يسامحك يا فطين، الله يسامحك. أنا هنزل بقى دلوقتي عشان واضح إن أنا وجودي بيسبب لك ضيق، بس قبل ما أنزل عايز أقول لك حاجة، حاجة مهمة. عمك أنس ما هواش نسخة باهتة يا فطين، عمك أنس اللي شاف الموت بعينيه في النكسة وما ماتش مش نسخة باهتة. عمك أنس اللي حارب وشاف زمايله بيموتوا قدام عينيه لحد ما جاب النصر مش نسخة باهتة. اللي رباك وعلمك يعني ايه أخلاق وسلوك وحب ووطن وحرية ما هواش نسخة باهتة. الناس بس اللي بتنسى، انت ظاهر بقيت زيهم عايز تنسى. انا هسيبك دلوقتي وانا عارف ان فطين ابني اللي ما خلفتوش هيرجع لي تاني بعد ما يهدى ويفكر، اني متأكد انك عارف مين الصح ومين الغلط. Thank you.
وهكذا لم يكن طريقي مفروشا بالورود وأنا أحاول تغيير أخي ميشو، ففي كل مرة يصيبني جرح ولكني أضمد جراحي وأتحمل حتى أحقق ما أتمناه لأخي، ولكن هذه المرة وبسبب أخي ميشو أيضا قد سبب لي جرح عميق لا أعرف كيف سأعالجه أو أداويه، وهذا الجرح هو أقرب إنسان لي في هذه الحياة وهو عمي أنس. سامحني يا عمي أنس، فأنت الذي علمتني وقلت لي كن مثل الصياد الماهر الذي لا يخطئ فريسته، فعذرا عذرا لأنك أنت أول من أصابته سهامي. أنا الآن خجلا من نفسي ومنك عما اقترفته في حقك، ولكن عزائي الوحيد قول سوفوكليس: كلما زاد عدد الأمور التي يخجل منها الإنسان كان أقرب إلى الكمال. نوى على إيه يا ميشو؟ هي لو مشيت وتمت زي ما أنا عاوز هتبقى عملية العمر وهتكسر كل أرقامك القياسية اللي فاتت، ولا تخليك كده أحسن؟ الأحسن الوقعة في عملية زي دي هتبقى القاضية. بلاش مخاطرة. ايوه اهدى كده وخليك في الامان، لان اللي في دماغك ده مستحيل يتم. جاتك يا فاطمة. شكرا يا عم. خلي بالك من نفسك. أنس. نعم فطي. ما تزعلش مني، ما تزعلش مني. نعم في حد يزعل من ابنه برضو؟ طب ما تعيطش بقى. وانت كمان بتعيط. انا ما بعيطش، انا بضحك. وانا كمان ما بعيطش، انا بضحك. عمي انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا حبيب عمك، بس انت معاك حق، في حاجات غلط انا كنت بعملها، بس من هنا ورايح مش هتتعمل، ومن هنا ورايح مفيش غير الصراحة المطلقة والمواجهة. المواجهة؟ ايوه المواجهة، حتى مع اقرب الاقربين. تبقى المواجهة والصراحة المطلقة هم درس النهاردة يا عمي. بعد اذن حضرتك. فطين. نعم عم. نسيت السندوتشات. على فكرة بقى عم أنس، مواجهة بمواجهة، سندوتشات الفول والطعمية اللي حضرتك بتدهاني كل يوم دي بتبقى باردة ودلعة وملهاش طعم. خلاص بعد كده نغيرها، بلاش سندوتشات الفول والطعمية، نمشيها جبنة بالقوطة. صباح الخير يا فاطين بيه. المواجهة والصراحة المطلقة. على فكرة بقى جعيدي، انت جبان. اني جبان يا بيه؟ جبان وبتخاف وما بتختشيش. اني يا بيه جبان وبخاف وما بختشيش. ياه
للدرجه دي مش مقصر؟ بص يا جعيدي، ما تخافش ما تخافش، تعال تعال. بص، عايزك تنسى اللي انا عملته فيك ده يوم الخميس خالص، كان حد يعني غير اللي عمله. انسى انسى. جد يا فاطين بيه؟ جد يا جعيدي. اكتاه الواحد يرجع يضحك معاك تاني يا ابو الفطاين يا عسل. مش للدرجه دي يا جعيد. حاضر يا بيه. بصي صباح الخير يا استاذه مروه. صباح الخير يا مستر فاطين. استاذه مروه، انا اسف لو كنت زعلتك قبل كده، بس انا عايز اقول لك على حاجه، لانك انت ايه، انسانه مهذبه ومحترمه، صدقيني انت تستاهلي احسن انسان في الدنيا. ميرسي يا مستر فاطين. وكمان مش عايزك تزعلي من خطيبتي لمياء. خطيبتي لمياء دي قلبها ابيض جدا، هي اي نعم يعني شعنونه حبتين، لكن هي كويسه. انت عارفه انا برغم شعنينتها دي الا اني بحبها جدا وبموت فيها وعمري ما هزعل منها، وانا عارف ان انت انسانه كويسه وقلبك ابيض انت كمان، ومش هتزعلي صح؟ ربنا يوفقكم مع بعض يا مستر فتي. متشكر جدا يا استاذه مروه. بعد اذنك يا مستر فتي. اتفضلي. لما انا كنت انا سمعت كل حاجه وحبي زاد ليك اكتر واكتر. لمياء، انا كنت عايز اقول لك على حاجه بس بصراحه. عارفه بتحبني وبتموت فيا صح؟ صح، بس انا كنت عايز اقول لك على حاجه تانية بصراحه. عارفه بيتغير عليا من الهوا الطاير صح؟ صح، بس انا كنت عايز اقول لك على حاجه ثالثه بصراحه. فاطين يا حبيبي، انا مش عايزه اسمع اي حاجه دلوقتي، هسمعك بعد المدرسه بقلبي. اوكي، هسيبك بقى عشان ماتش البيج بونج. باي. لا 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 لا. منك لله يا ميشو، يعني هي كانت ناقصه جنان. هوب 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 هوب. ايوه كده، ايوه يا سيكا. صباح الفل. ايه عرايسنا الحلوين مصحصحين كده على الصبح ورايحين فين؟ هنكون رايحين فين يا ميش؟ رايحين النادي طبعا. اصل سميره سمرتي قالت نلعب شويه رياضه وبعدين هيجي لنا المحامي علشان المشروع اللي هنعمله انا وهي مع بعض، سلسله محلات اس اس. سلسله محلات بالتوفيق يا مسيح. اس ان اس. بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق. يلا يا سيكا عشان ما اتاخرش. هوب هوب سيكا. بقيت سيكا يا سيد. هوب هوب. يلا اشتغل اشتغل. هوب هوب اشتغل يا مسيح. هوب هوب هوب. خلوا بالكم من بعض، ها، امسكوا في ايدين بعض يا عرايس. ما تخافش على ابوك يا. هوب 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 هوب. سيكا ساره. الو. ايوه ساره. لا هبقى احكي لك لما اشوفك. ايه؟ احب طبعا، ده ركوب الخيل ده هوايتي اصلا. خلاص ماشي، هغير هدومي واجي لك. يلا باي. ركوب خيل ايه بس؟ امبارح الاوبرا والنهارده ركوب الخيل. يا ترى هتودينا فين يا صفاتين تاني؟ الو، اشجان هاني. انا بخير الحمد لله. افضي نفسي. حاضر حالا، مسافه السكه. مع السلامه، مع الف الف سلامه. ترى عايزاني ليه؟ يمكن ابنها فهمي رأي يعني، يمكن. على العموم انا متفائل، انا متفائل جدا. الشمس
نفسي قلبي وظله يا كلت العمر كله يا شمس قلبي وظله يا كلت العمر كله يا فرحة عمري كله شمس قلبي وظله يا فرحة عمري. السندوتشات طعمها يجنن تحفة بس برد قوي ودلع كمان. بالعكس دي لذيذة قوي. قولي بقى الحاجة المهمة اللي كنت عايز تتكلم فيها معايا بصراحة. بص بقى لمياء الصراحة يعني ان انا لمياء بحبك قوي وبموت فيكي وربنا وحده هو اللي اعلم والله العظيم. بس انا النهاردة بقى في يوم الصراحة العالمي ده عايزك تركزي كده يا لمياء معايا وتكوني ياريت 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 يعني تكوني هادية على الاخر. اهو انا مركزة وهادية. انت غمضت عينيك ليه؟ اصلي بصراحة بتكسف وبعدين دي اول مرة. لا فتحي عينيك فتحي عينيك يا بنت انت فهمتيني غلط خالص. ايه يا فطير؟ مش ده الكلام اللي انا اقصد فيه. انا عايزك يعني تسمعيني كويس يا لمياء. طيب انا سامعاك اهو. يا لمياء ليه بس انت مصدغالي؟ الله عايزك تركزي بقى يا لمياء يا حبيبتي بقى. طب بصي بقى لمياء الصراحة اللي أنا عايز أقولها لك يعني ده غير بقى صراحة إن أنا بموت فيك وبحبك وكده يعني وياريت تكوني هادية. ها يوم الخميس اللي فات لما أنا بقى كنت ماشي معاكي كده وضربت القلق الصيع. أيوه كنت جامد كنت بطل كنت أسد كان يوم تحفة. اصبري بس اصبري يمكن تغيري رأيك. يوميها بقى أنا ما كنتش أنا. ما أنا عارفة كنت أسد كده كنت شهم كنت شجاع قوي. ايه ما كنتش انا كان اخويا ميشو. ايه ميشو؟ ايوه. وايه اللي خلاه يعمل كده؟ انا اللي طلبت منه كده. وانت طلبت منه يعمل كده ليه؟ ما هي دي بقى لمياء تاني صراحه. بصراحه بقى ميشو اخويا مش سوي فانا كنت عايز اوريله يعني عالم غير العالم بتاعه علشان اغيره. وانت ما قلتليش ليه؟ ما هي دي شروط اللعبه ان احنا ما نقولش لحد علشان الامور تمشي طبيعيه. ويعني ايه هو مش سوي؟ ما تتكلم انت. يعني بس والنبي عايزك تبقى هاديه. يخرب بيت هاديه ما تتكلم بقى. حرامي. ايه لص يعني. يعني اللي كان ماشي معايا في المدرسه ده حرامي؟ ايوه ايوه. يا لهوي لمياء الهوني انا. لمياء لمياء لمياء. طب استني بقى طالما وصلت يا لهوي والحقوني انا وفرجت علينا الاجانب يا لمياء. خدي بقى الكبيرة علشان تكمل. في تاني؟ ايوه اصبري اصبري اصبري. بابا سيد الحاوي. ماله حرامي هو كمان؟ برافو عليك يا لمياء. انا عارف ابن عيال. وسميرة سمير مراته. مالها حرامية؟ لا بابا الحرامي اتجوزها علشان يلهب فلوسها. يا نهار اسود. يعني انا وقعت في عيلة كلها نصابين وحرامية؟ لا يا لمياء احترمي نفسك العيلة مش كلها حرامية. لا نصها بس اللي حرامية. انا حرامي انا وعمي انس حرامي انت عارفانا كويس يا لمياء. وبعدين شفت بقى انا ما كنتش عايز مساعده بابا ولا ميشو في جوازنا. ازاي جوازنا؟ هو انت لسه بتتكلم في جوازنا ده انت بتحلم ليه يا لمياء؟ خد يا فطين السندوتشات. امسك الدبله بتاعتك دي مش عايز اشوف وشك تاني. يا كداب يا خيل يا حرامي يا لمياء. وعلى فكره بقى السندوتشات كانت مسخه ودلع. ها يا لمياء مسخه ودلعه بعد ما كلتيهم يا لمياء. كان اسد وبطل وشجاع وعرفت ان هو حرامي رميتيلي الدبله في وشي. دي اخرتها يا عم انس دي اخرتها. لازم يعني تديني حبوب الصراحه وتقولي المواجهه حتى مع اقرب الاقربين. اهي رميتلي الدبله في وشي اهي وبقت ابعد الابعدين. كان لازم اعتذر لك يا انس عن اللي حصل من فهمي ابني في الفيلا. Vraiment je m'excuse. العفو يا إفجان هانم. أنا برضو مقدر شعور واحد عارف إن أمه هترتبط بواحد غير أبوه. طول عمرك إنسان يا أنس. وبرضو عندي أمل إن فهمي يغير رأيه. تفتكر يا أنس في واحدة في الدنيا تستاهل حبك ده؟ أنت تستاهل الحب كله يا إفجان هانم. من فضلك يا أنس بلاش تقولي إفجان هانم تاني. حاضر. على فكرة أنا مسافرة لبنتي دوما تاني. نو تانكيات بلو ده هو أسبوع واحد سولمون. على
عشان اكلمها في موضوعنا، وهي كمان ليها تاثير كبير قوي على فهمي اخوها. هتوحشينا قوي انا وفاطين. وانتوا كمان هتوحشوني قوي. وادي عقد الشركه يا سميره يا سميره هاني ما بينكم عشان تمضوا عليه. ما قلتليش يا متر المشروع ده كله على بعضه هيكلف كام؟ يعني حوالي كده 15 مليون جنيه بس، وهنبدا بفرعين بس محتاجين شويه فلوس عشان نبدا يعني. حلوه قوي. الاستاذ ابو العيله شايف شغله تمام. يا ترى بقى يا سيد بيه هيساهم بكام في الشركه عشان نكتبه في العقد؟ والله انا كل اللي اقدر ادفعه دلوقتي 1,400,000. دي كل فلوسي اللي موجوده هنا، بقيت فلوسي في سويسرا. متر ابو العيله انا عايزاك تكتب ان نسبه مشاركه سيد بيه 7.5 مليون، وعايزاك كمان تكتب ان هو ليه نص الارباح، والفرق في حساب سيد بيه انا هدفعه من رصيدي. بس يا سميره هاني. بس ايه؟ في ايه يا متر؟ اسمع كلام سميره هاني منفذه، دي بتزهق بسرعه. حاضر يا هانم اللي تشوفيه. اتفضلي امضي يا سميره هاني. امضي يا سيكا. يا ريت. امضي يا سيد بيه. امضي يا سمرتي. يا ريت. يا ريت يا ريت تاخدي العقد. شكر جدا. طب استاذن انا بقى يا سميره هانم. الف سلامه يا متر. مبروك يا سيد بيه. الله يبارك فيك. الف مبروك. مبروك عليا يا سيكا. مبروك علينا احنا يا حبيبتي. الف مبروك. بقول لك ايه؟ ما ان شاء الله بينا نروح. انا حاسس ان جوايا 100 حصان بيجروا ورا بعض. بيجروا فين يا سيكا؟ جوايا هيموتوني. يلا بينا. يلا. ايه؟ مالك؟ سلامتك في ايه؟ حاسه اني ايه؟ زي ما اكون اكوني كنتش عايزه اتسرع واقول لك بس باين. والله؟ ايوه. طب على مالك يا حبيبتي؟ على مالك؟ واحدة واحدة. تاتا ايه؟ دايخة. طب على مالك؟ تاتا خطي العتب على مالك؟ لا بس انت طلعت بروفيشنال في ركوب الخيل يا ميشو. اي خدمة. انت ايه مفيش حاجة ما بتعرفش تعملها؟ اصل انا بصي بقى يا سارة احب اعمل اي حاجه تخليني ابقى حر. يعني بحب اكون دايما طاير. وبعدين انت كمان طلعت بروفيشنال في ركوب الخيل. قولي لي يا ساره انت مخبيه عليا ايه تاني؟ لو انت مخبي عليا حاجه يبقى انا كمان مخبيه عليك. انا مش مخبي. وانا اخبي ايه يعني؟ خلاص ميشو انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. طبعا اسالني، ده احلى حاجه في البني ادم هي الصراحه. انت ايه رايك فيا الصراحه؟ قمر. قصدي يعني إنسانة جميلة ومهذبة ورقيقة وشعرك حلو. وبرضو قمر. يعني أنت بتثق فيا؟ أيوة يا سارة. في إيه؟ أنت في حاجة ومخبيها مش عايزة تقوليها مترددة. قولي يا سارة. ها قولي يا قمر. بصراحة قولي يا قمر. بصراحة استني استني أنا عارف. هتقولي لي بقى أنا جاي لعريس ومش عارفة أعمل إيه والفيلم العربي ده. يا ميشو ما تهزرش، في حاجة عايز أقولها لك. طب ما تقول يا سارة. في إيه؟ بص يا سيدي. لحظة لحظة يا سارة أنا آسف. ألو. أيوة فريد بيه. حاضر. أنا كمان كنت عايزك. لا مسافة سكة على طول. يلا باي. سلام. يا سارة معلش بقى جالي درس على الهوا كده، هروح اديه وبعدين ابقى اقابلك بالليل بقى. تليفونات تليفونات. باي 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 باي. ما تقلقش يا فاطين، ما تقلقش يا ابني. التماثيل اللي بتترمم هتتنقل في سياره خاصه وتحت حراسه امنيه خاصه كمان. وانا لولا عارف انت قد ايه بتحب الاثار عشان كده جيت اطمنك بنفسي. حضرتك لو عايزني اجي بنفسي اشارك في عمليه الحراسه انا تحت امر حضرتك. وهو ترمس الشاي موجود واخلي عمي يعمل لنا سندوتشات ونيجي نحرس للصبح. انا قلت لك ما تقلقش يا فاطين، الجهات الامنيه هتقوم بدورها على اكمل وجه. انت ليك عندي بقى خبر كويس قوي. ايه يا فندم؟ السيد امين عامل مجلس الاعلى للاثار ارى البحث بتاعك الاخير وعجبته جدا فكرتك اللي انت طرحتها فيه، وهي عمل قاعه كبيره في المتحف الجديد نعرض فيها تاريخ المصريين العظماء من اول العصر الفرعوني لغايه دلوقتي. بجد يا فندم انا مش مصدق نفسي. ياه، يعني انا فكرتها تتنفذ خلاص؟ مش بس كده،
انت هتكلم سيادته حالا كمان. ايه؟ مين؟ انا؟ سيادة الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بنفسه هيكلمني انا؟ هو انت شوية يا فاطين، لحظة واحدة. الو؟ ايوه يا فندم. مع حضرتك يا فندم. حاضر حاضر. قوم قوم هيبلغوا سيادته. قوم قوم. ما بلاش يا فندم، ما بلاش لحسن، انا خايف قوي مش هعرف اتكلم ربع كلمة. بلاش يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم. مع حضرتك. ايوه فاطين سيد حسان يا فندم. حاضر حاضر يا فندم. بلاش. الو السلام عليكم. ايوه دكتور. ايوه مع حضرتك يا فندم. هو انا فاطين سيد حسان يا فندم، مع حضرتك والله. يا فندم والله انا مش مصدق ان انا بكلم يعني سياده الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بنفسه يا فندم. يا لا 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 خالص يا فندم، انا مش محتاج اي حاجه حضرتك، متشكر جدا يعني. انا بحب مصر بس والله. ماشي يا فندم. بقول لحضرتك ايه يا فندم، انا كنت عايز يعني اقول لسعادتك يا ريت تخلي بالكم من التماثيل، لان التماثيل دي يعني تراثنا، ويا فندم اللي زي عنابي بيه دولت كتروا قوي. قصدي يا فندم اللي زي اللصوص اللي هم بتوع الاثارات دولت كتروا يا فندم قوي. ماشي يا فندم. انا شاكر يا فندم. لا يا فندم انا فاطين، انا شاكر متشكر يا فندم لذوق حضرتك جدا، وانا متاسف جدا يعني لمشغوليات حضرتك وكده وانا عطلتك. ماشي يا دكتور. ماشي اتفضل اتفضل اتفضل. ياه شفت بقى يا فاطين، انا مبسوط جدا يا فندم، مبسوط جدا. ياه ده هو بنفسه اللي كلمني والله، صوته صوته سامعه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ده ايه ده كمان؟ ده عاني لزياره مكتبه. الحمد لله يا فعلا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. مبروك يا فاتين يا ابني، وده هيدي لك حافز انك تزود ابحاثك وشغلك. متشكر جدا يا فندم، متشكر جدا. وانا اكيد يا فندم لما هقابل سيادته هقول له على كل المجهودات اللي حضرتك بتبذلها هنا. يا ريت يا ريت يا فاطين يا ابني. ده انا كمان يا